Wen FM 91.2. بيلد كاو فارغ ما عندك ما تزيد، مخك ما يمشي لبعيد، لا لاقي في خدمة تخلق وحاسس لي من ضعفك تقلق، طموحك توصل اللي تحب، أحلامك حاجة من عجب، تشوف الناس اللي سبقوك بتعبهم ووصلوا فاتوك وانت باقي هما تتحرك، وهذا اللي في مصلحتك يضرك. ما عليك، الحل بين يديك، حاجة تونسية مية مية من التراث وتقليدية، مزيانة ومجدية وقد ماهي بزايد مليانة، قد ما تقرب لك ثنية، أي أحديثي عليها هي عشيرتنا القفة السحرية، اللي حسب الدراسات نفعت برشا في الحياة، منهم اللي جربوها وحصلوا والأعلى المراكز وصلوا، واللي بيها حلوا بواب وارتاحوا من برش عذاب، حاجة ما حكى عليها كتاب ولا علم حسب بلها حساب، راس مالها السين مزيان يمدح في اللي علشان كلمات حلوة تتقال برشا غزل وشبع دليل، يسبقها عم الخدام العرفو اللي يشوف فيه الأحلام، اكلام وشكر ومديح وقوادة بضمير صحيح، هذا اللي يقضي له قضية وهذا يود بكدوات، واللي وصل له كلمات ورا ظهره شصار حكايات، ويعمل له أحلى بهنيسة فيها الأصحاب وتكمبيسة، عارفي يا سيدي يا معلم كان تعرف لعليك تكلم، هذا قال وليخر رد وانت اللي ما كيفك حد، مالا باش القفة تجيب لصاحب ينفع لحبيب، هو فم العرف اللي هذا يحب يودو باش بزيادة يصب، ويعمل بالغزل الكيف وعلى كلام الزين ضعيف، قد ما يسمع ويتمتع قد ما اللي يقفف له يمتع، وباللي القفة تكون رزينة وفيها بالزايد الزينة، باللي يطلع منها عجب ومولاها يلقى اللي يحب، اما برغم منها برشا فما العروفات الحرشة اللي معاها ما يفيد كلام ولا يأثر فيها سيستم، كل مسطر وبنظامه على الخدمة يقدر خدام، واللي معاه يقف يجرب ويحاول منه يتقرب، يعرف يعمل له حدود وما يحس كلامه المكدود، ملا يلي لقيت الحل وعاقد في القفة لمل، افهم واعرف التكنيك للشي تقلب عليك، ولا نصيحة مني ليك اخدم شمر على يديك واخطاك من الريسك اللي يجيك، الشي لا يشرق عليك ولا يجي نهار يسد عليك، واللي ثنية القفة اختار وعايش زاهيت له في نوار، نقوله القفة يجيها نهار وتتهرى وتقعد محتار، اطير النفحة اللي فيك وزيت ما يدوم ليك كان عقلك وصنعت يديك.